أعزائنا المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حملة إعادة الأمل. أيها الأخوة والأخوات، اليوم سيكون حديثنا إن شاء الله عن أهمية طلب الرئيس هادي للحكومة اليمنية بالعودة إلى عدن وممارسة مهامها من هناك، ورمزية عودة الحكومة إلى عدن، وماذا تعني عودة الحكومة بالنسبة للشرعية وأيضا للمواطنين عندما تمارس الحكومة اليمنية مهامها من أرض يمنية. هذا المحور الآخر إن شاء الله سنتحدث عن إفشال الحوثيين ومساعيهم الحثيثة ومن خلفهم حزب الله وإيران، إفشالهم لمشاورات جنيف 2، وما الذي يسعون إليه من خلال إفشالهم لهذه المشاورات. أيضا سنعرج إن شاء الله في حديثنا في محور ثالث على المقاومة الوطنية في أرض اليمن الحبيب والتقدم والانتصارات الذي تحرزه هذه المقاومة في مختلف الجبهات. وأيضا سنعرج في حديثنا على أهمية التعيينات الأخيرة للرئيس هادي في المحافظات الجنوبية وبالتحديد في عدن، التعيين محافظ عدن وأيضا مدير الشرطة عدن من القيادات الحراكية، مدى أهمية هذه التعيينات. هذه المحاور إن شاء الله سنناقشها وسنطرحها على ضيفنا العزيز الشيخ عبد الناصر العودلي، عضو اللجنة الحوثية العليا المنشق عنها. أهلا ومرحبا بكم. مرحبا أحسن. حياكم الله شيخ عبد الناصر. في بداية حديثنا نتحدث عن أهمية اليوم، ترددت بعض الأخبار عن أن الرئيس هادي الطلب من الحكومة اليمنية الانتقال إلى عدن لتطلع بمهامها من هناك. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. ندعو الله سبحانه وتعالى بالرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والنصر والتمكين للثوار والمجاهدين في الصفوف الأولى، وبإذنه تعالى أن النصر قريب بإذن الله سبحانه وتعالى. أعدي سؤالك. أهمية طلب الرئيس هادي الحكومة نعم. اليمنية بالعودة إلى عدن. نعم، فيما يختص بطلب الرئيس هادي للحكومة لمزاولة عملها في عدن العاصمة الجديدة للجمهورية اليمنية، هو أمر غاية في الأهمية، وهذا الأمر كنا نتطلع إليه من سابق ونحاول أن نصل إلى هذه النقطة، وهي أن يكون هناك أمرا رئاسيا للحكومة لتنزل وتلامس الواقع في مدينة عدن وتعيش هموم الشعب في عدن، وتنطلق انطلاقة صحيحة من نقطة البداية من عدن العاصمة المحررة، والتي تكلل النصر فيها على القوات المارقة والانقلابية، والتي أيضا أثبت أبناءها أنهم أكثر محبة للنظام وللشرعية، وأنهم أيضا يؤازرون الرئيس ويؤازرون الحكومة، وأنهم أيضا لن يقبلوا بأن تكون عدن إلا عاصمة حضارية تنطلق منها العملية السياسية في اليمن برمته. نعم. طبعا توجيهات فخامة الرئيس هي تنطلق من صميم الواقع، وهي إذا أردنا للحكومة أن تكون حكومة ناجحة تستشف الواقع من خلال معايشتها للعمل، ومن خلال أيضا يعني وجودها في صفوف الشعب، ومن خلال تواجدها في العاصمة المحررة، هذا أمر غاية في الأهمية. ولكن أيضا من هنا أيضا نتكلم على أن وجود الحكومة لابد أن يرافقه أيضا قوة أمنية تسيطر سيطرة تامة على كل مفاصل المدينة، وأيضا ترتيبات أمنية لعودتها. نعم، هذا الذي نريد أن نشير إليه، لابد أن تكون هناك ترتيبات أمنية
تسبق وصول الحكومة إلى عدن، لأن الأمر غاية في الأهمية، وبالتالي وجود الحكومة بكل هياكلها وبكل فئاتها وبكل يعني أعضائها في عدن لابد أن يرافقه أيضا ويسبقه أيضا تمهيدا أمنيا في المدينة. لا نشك في عمل القوات الأمنية ممثلة بمدير الأمن الجديد، ولكننا أيضا نريد تحفيز لهذه أيضا لعناصر الأمن، وأيضا لابد أيضا من إعادة إنشاء مؤسسات الأمن، المؤسسات الأمنية في المدينة، ولا بد أيضا من إعادة تفعيلها، ولا بد أيضا من رفضها بالعنصر المؤهل، العنصر الأمني، ولا بد أيضا من إدماج المقاومة في المؤسستين الأمنية والعسكرية، بحيث أننا أيضا نتوازن في الأمور وننطلق انطلاقة صحيحة نحو الأفضل. نعم، برأيك ما الذي ستحققه عودة الحكومة اليمنية اليوم إلى عدن؟ والله شوف، الشعب بكل فئاته وبكل شرائحه يتطلع إلى الحكومة بأن تكون أيضا قائمة بعملها الناجح والصائب، والذي ينطلق من هموم الناس، والذي ينطلق أيضا من الواقع المعاش. هناك أيضا آمال على الحكومة. الشعب في كل المحافظات وخصوصا في عدن عانى الكثير من جراء الهجمة الشرسة للميليشيات الانقلابية والإرهابية والخارجة عن القانون والخارجة عن الأعراف والخارجة عن الإنسانية والخارجة حتى عن الأعراف القبلية المتعارف عليها في المجتمع اليمني. هذه الجماعة التي رمت خلف ظهرها كل قوانين الحياة وكل الشرائع وكل يعني ما دعت إليه الأديان، حتى الأديان الأخرى غير الإسلام الذي دعت إلى الفضيلة، رمت كل هذه التعاليم خلف ظهرها. صحيح. وانتهجت النهج اللا إنساني، النهج الغوغائي، النهج الحيواني، وكأنها في غابة القوي يأكل الضعيف. انتهجت سياسة تدميرية دمرت كل معالم الحياة، أوصلت البلاد إلى مربع الصفر. وبالتالي نحن اليوم نتضلع ونأمل من الحكومة أن تنتشل الشعب مما عانى، وأن تعمل بجد، وأن ترسم خطة مستقبلية لإعادة تفعيل كل مؤسسات الدولة، وإعادة يعني أيضا سريان الحياة في كل مفاصل المجتمع اليمني، بما يعني ينشل أو بما يرتقي بالمجتمع اليمني، ويخرج المجتمع ويخرج الشعب من هذه الدائرة التي أوصله إليها أو أوصلته إليها هذه الجماعات الإنقلابية الإرهابية. نعم، طيب هل تعتقد أن اليوم في عدن خصوصا في هذه الأيام الأجواء باتت مهيئة لعودة الحكومة اليمنية إلى هناك؟ قبل أن نقول هل هي مهيئة أو غير مهيئة، نحن نقول أولا لابد من التهيئة. إذا أردنا للعمل السياسي أو لعمل الحكومة أن يكون عملا ناجحا، وأن تستطيع أن تمارس كل أعمالها بكل حرية، وأن تتنقل أو يتنقل أعضاءها ويستطيعون الحركة في أوساط الشعب، لابد أولا من التهيئة. نحن الآن بصدد أن نحفز الحكومة أو أن نطلب من الحكومة أن تقوم بعملية تهيئة لعودتها إلى عدن وممارسة عملها. بدون تهيئة المناخ الأمني، وبدون أيضا رفض المؤسسات الأمنية بالعنصر والكادر المؤهل، الكادر الأمني الذي يستطيع أن يذب وأن يذود عن حياض الدولة، وأن يحمي مؤسساتها ويحمي هياكلها ويحمي أيضا أفراد الحكومة، بدون هذا لا يمكن أن يستمر عمل الحكومة وأن يكون عملا ناجحا، وأن نجزم أن يكون عملا ناجحا، استحالة. لا بد من التهيئة. ونحن يعني أيضا نعول على الحكومة أن تكون أيضا أكثر واقعية، وأن تنظر إلى الأمر من النظرة الصحيحة ومن الواقع المعاش. لا بد لها أيضا من أن تنطلق من المنطلق الواقعي الذي يعني يعود بالنفع
على الوطن وعلى المواطن. هذا ما نتمنى إن شاء الله، ونتمنى أن تعود الحكومة اليمنية وتقوم بمهامها من هناك من عدن، وإن شاء الله أيضا نتمنى أن في الأشهر أو في الأسابيع القادمة أن نسمع أن الحكومة اليمنية والرئيس عبد الرب منصور هادي عاد إلى صنعاء عاصمة الجمهورية اليمنية وليس إلى عدن. ننتقل إلى محور آخر في حديثنا وهو عن جنيف 2. برأيك من الذي أفشل جنيف 2 ولماذا؟ نعم أخي صالح، جنيف 2 سبقه جنيف 1، فماذا جنينا من جنيف 1 حتى ننتقل إلى جنيف 2؟ هناك قرارات أممية وقرارات أيضا كانت صدرت من الأمم المتحدة وأقر بها المجتمع الدولي، ووجدت التعنت من هذه الجماعة الإنقلابية والإرهابية. وإلى الآن نحن عندما نذهب إلى جنيف 2 فلا بد أن يكون طبعا كان الذهاب من أجل تطبيق وتنفيذ القرار الأممي 2216، وهو القرار الأممي الذي يلزم هذه الجماعات الإرهابية والإنقلابية بتسليم أسلحة الدولة وتسليم مؤسسات الدولة والانسحاب من المدن والكثير مما حمل هذا القرار في طياته، إلى جانب أيضا فرض العقوبات على المخلوع وعلى ابن المخلوع وعلى أيضا زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي وبعض القيادات الحوثية. لكن الحوثيون أو الحوثيون ذهبوا إلى جنيف وهم عبارة عن شلة غوغائية، شلة لا يعني ليست مخولة حتى بأن تجلس في مفاوضات ترعاها الأمم المتحدة وأن تكون ندا لجماعة الحكومة وللفريق الحكومي الذي ذهب متكاملا وذهب بأكاديميين وذهب بخبراء وذهب أيضا بكل المصداقية ليتحاور مع هذه الجماعة الإنقلابية، وهي جماعة كان من الأحرى لا يتم الجلوس معها حتى تذعن على الساحة وفي صميم الواقع وتسلم كل الأسلحة قبل الجلوس معها. ولكن حيث أن هناك أيضا كان إصرارا دوليا على الجلوس مع هذه الجماعة فقد كان الجلوس، لكنهم أيضا لا يجيدون الخطاب، وهم شلة قوغائية وعبارة عن جماعات همجية جاءت من كهوف مران لا تستطيع التخاطب وليست أيضا بذات كفاءة أن تكون محاورة للفريق الحكومي. هذه الجماعة تجهل الكثير وهي أيضا تقرق في الجهل المدقع، وهم ليسوا مؤهلين للحوار، وبالتالي هذه الجماعة الجاهلة والغير مثقفة والغير متعلمة والقوغائية والقادمة من الكهوف الظلامية كيف لها أن تحاور وكيف لها أن تطرح أسس الحوار وكيف لها أن تخرج أيضا أو أن تطرح أشياء تعود بالنفع للمواطن أو لليمن. هم جاءوا يريدون أن يفرضوا واقعا وأن يتملصوا من بعض الأمور، يحاولون كما قال الله سبحانه وتعالى يؤمنون بما يوافقهم في نسيت الآية، يقول يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. فهم جاءوا إلى جنيف يؤمنون ببعض من هذا القرار وتطبيق بعض من هذا ويرفضون البعض الآخر. القرار الأممي 2216 جاءوا يريدون نعم نقر لكم فيما في جزئية من هذا القرار لكن الجزئية الأخرى نحن نرفضها. هم يرفضون أيضا التعاطي مع القرار جملة وتفصيلا، تسليم السلاح، الانسحاب من المدن إلى غير، وأيضا يريدون إلغاء العقوبات ويريدون يعني بعض يعني الخروج بأمور سياسية واستحواذات سياسية. وبالرغم من أنهم يعرفون أن القرار الأممي 2216 كل لا يتجزأ لا يمكن إلا تطبيقه بأكمله بجميع بنوده، لا يمكن أن يتجزأ القرار الأممي، فالقرار الأممي والقرارات ذات الصلة التي صدرت من المؤسسة الدولية وهي مؤسسة دولية تلزم كل من صدر عليه قرار، وهذا القرار والقرارات ذات الصلة التي صدرت في هذه الجماعة هي لابد أن تطبق بشكل كامل، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تجزأ إطلاقا. ولكن هذه الجماعة لأنها جماعة لم تعرف أيضا الخطاب السياسي
المتزن ولا تعرف أيضا الحوار العقلاني، وهي جماعة جاهلة وتفتقر إلى أبسط أبجديات الحوار. هذه الجماعة كيف لها أن تحاور وكيف لها أن تطرح أسس الحوار؟ طيب عفوا شيخ عبد الناصر، نحن نتحدث، أنت تتحدث عن شوية جهلة مثلا ذهبوا ليحاورون أكاديميين ويحاورون خبراء ومستشارين، بالمقابل ضمن وفد الحوثيين كان وفد المؤتمر، يعني رأينا رجال لهم باع في السياسة مثلا، للأسف الشديد الدكتور أبو بكر القربي هامة يمنية سياسية، رجل دبلوماسي طبيب، عمل في عدة وزارات، مسك وزارة الخارجية اليمنية لسنوات، يعني رجل يعتبر من الصف الأول في القيادة السياسية اليمنية، كيف قبل أن يجلس إلى جانب مهدي مثلا المشاط وعبد السلام محمد وغيرهم ويحاورون في جنيف بجانب أشخاص لا يمتلكون حتى شهادة سادس ابتدائي؟ المفارقة العجيبة، يعني أنت تجد هذه الهامات السياسية، وأنا حقيقة يعني أعتب على هذه الجماعة المؤتمرية والتي يعني عرفناهم في العمل السياسي كشخصيات متزنة وكشخصيات أيضا لها ثقل، أيضا منهم من مثل القربي الذي مسك حقيبة الخارجية لسنوات وكان سفيرا لليمن يعني والوجه الذي يمثل اليمن خارجيا، كيف يرتضي لنفسه أن يكون أيضا إما يقود أو يسير بالريموت كنترول إلى هذا الحوار، ثم كيف له أيضا أن يتعاطى مع أطروحات الحوثيين وهي أطروحات خارجة عن الآداب وخارجة عن الأخلاق وخارجة عن القانون، وأيضا يعرف ويعلم أن هذه الجماعة قتلت في كل المحافظات الأطفال والنساء ودمرت بيوت الله ودمرت أيضا دور تحفيظ القرآن وسحلت وأخفت أيضا الكثير الإخفاء القسري، هناك المختطفين في سجون هذه الجماعة من السياسيين، كيف لمثل القربي وكيف يعني لبعض السياسيين أن يرتضوا أن يجلسوا أيضا في الصف الثاني بينما يهيمن عليهم في الوفد هذه الجماعة الانقلابية، حتى أنهم كانوا في وفد الحوثيين رقم 2، يعني ما كان، نعم شباب مراهقين يقودون بالله كيف لمثل مهدي المشاط ذلك الإمعة التافه ذلك القوغائي ذلك الجاهل أن يضع يعني بعض الأطروحات ويحاور ويكون هو المتنفذ في هذه الجلسات، كيف يقبلون على أنفسهم إن كان المخلوع وسياسة المخلوع وأهواء المخلوع أوصلتهم إلى هذا المآل السيء وإلى هذا المنحدر السحيق المنحدر الأخلاقي البعيد كل البعد عن ما عرفه اليمنيون من هل الأنفة. هل تعتقد أن علي عبد الله صالح هو من أجبر القربي مثلا وبقية الوفد الذي كان يحاور وفد المؤتمر والأحزاب التحالف الوطني التابعة للمؤتمر، هل تعتقد أن علي عبد الله صالح هو من ضغط عليهم ليقفون في صف ثاني إلى جانب ميليشيات الحوثي يفاوضون ويحاورون في جنيف؟ لو لم يكن المخلوع هو من يضغط على هذه الجماعة، هذه الجماعة في القاهرة وفي بعض الدول كانوا يستطيعون أن يتخذون مواقف وكانوا يستطيعون أن يثبتوا لأنفسهم وحتى لذويهم وحتى لمجتمعاتهم ولقبائلهم أنهم رجال ذوي كلمة وأنهم يستطيعون أن يطرحوا طرحا عقلانيا وأنهم يستطيعون أيضا حتى رفض ما هو سيء وما يراد أو ما يحاك من هذه الجماعة الإنقلابية على الوطن، كانوا يستطيعون أيضا أن يطرحوا رأيهم، لكنهم تابعين والتابع ليس له إلا أن يسير بحسب ما يسيره صاحبه، فالمخلوع هو الذي يسير هذه الجماعة بالريموت كنترول. كيف ارتضى القربي وكيف ارتضى أيضا الأمين العام المساعد عارف الزوكة هو أمين عام للأسف الشديد للأسف، كيف ارتضى أن يكون في الدور الثاني؟ كيف ارتضوا لمثل محمد عبد السلام فليته ذلك الإمعة الجاهل حتى المتخلف؟ حتى أن اسمه، حتى أنوضح أيضا للسادة المشاهدين، يذهب وفد المؤتمر بقيادات كبيرة مسكت عدة وزارات وحقائب وزارية في اليمن كأبو بكر القربي وأيضا قيادي آخر عارف الزوكة، يذهبون خلف رجل
صاحب اسم مستعار وليس اسمه الحقيقي الذي هو محمد عبد السلام، في الأصل اسمه عبد السلام صلاح فليتة وليس محمد عبد السلام. نعم نعم. طيب أستأذنك الآن في مداخلة هاتفية معنا عبر الهاتف الأستاذ مختار الرحبي السكرتير الصحفي لرئاسة الجمهورية. أهلا ومرحبا بك أستاذ مختار. أهلا وسهلا بك وبضيفك الكريم وبمشاهدي الكرام قناة وصال الفضائية، حياكم الله. عموما الحمد لله على السلامة بعد عودتكم من جنيف سويسرا إلى الرياض. نود أن تضعنا وتضع السادة المشاهدين في الصورة عن مشاورات جنيف ووجودكم هناك، ما الذي رأيتموه وما الذي تودون أن تنقلوه للسادة المشاهدين؟ نعم، أولا في حقيقة الأمر أن وفد الميليشيات الانقلابية جاء إلى المفاوضات وفي أجندته هدف واحد وهو إيقاف الحرب وإيقاف الضربات الجوية التي يتألم منها والتي يتوجع منها، وكان هدفهم الوحيد هو أن يتم إيقاف الحرب دون إبداء أي مرونة، دون إبداء أي يعني تنازلات من قبلهم. بالتالي لم يكن هناك جدية في طرح الملفات التي كان المفترض أن يتم مناقشتها. كان هناك من قبل الحكومة كان هناك ملفات واضحة وخطة مدروسة تم تقديمها إلى المبعوث الأممي، أما بالنسبة لهم طوال 7 أيام لم يلتزموا بأي قضية من القضايا. كان هناك 3 قضايا وهي القضايا الأولية لبناء الثقة وهي إطلاق المعتقلين والسماع بدخول المساعدة الإنسانية وكذلك وقف فوري لإطلاق النار، وكل هذه لم يتم الالتزام بها. كانوا يراوغون، كانوا يحاولون تمرير بعض الأجندة التي كانت ترسل لهم من قبل طهران أو من قبل الخبراء التي كنا نشاهدهم. الخبراء تصور أن خبراء إيرانيين ومن حزب الله كانوا يتواجدون في نفس المكان أو في خارج المكان الذي تعقد فيه المفاوضات، بالتالي لم تخرج المفاوضات والمشاورات بشيء محسوس وبشيء ملحوظ للمواطن اليمني، كلها كانت وعود. بالتالي هم التزموا في اليوم الأخير للمبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ، التزموا له التزام شفهي والتزام خطي أنهم سوف يسمحون بدخول المساعدة الإنسانية وسوف يقومون بإطلاق سراح المعتقلين وسوف يقومون بإيقاف إطلاق النار، وكل هذا حتى اليوم اليوم الخامس طبعا لم ينفذ. هم يحاولون فقط يعني إيقاف الحرب وإيقاف الضربات الجوية وإيقاف التحالف العربي الذي يدعم الشرعية باليمن فقط، وهذا طبعا لن يكون إذا لم يتم هناك تطبيق وتنفيذ للقرار الدولي والانسحاب من العاصمة وتسليم أسلحة الدولة وعودة الشرعية إلى اليمن، فإن كل هذه المناورات ستظل مناورات ومراوغات فقط يعرفها الشعب اليمني وأيضا عرفتها الأمم المتحدة، لأن الوفد الشرعي في حقيقة الأمر أنه كان هذه المرة كان متماسك، كان متناغم، كان هناك يعني إدارة حكيمة للوفد، بالتالي وتم حشر الوفد الانقلابي في زاوية أنه ضد حقوق الإنسان، ضد الإنسانية، ضد دخول المساعدة الإنسانية، وهذا ما يطرب له المجتمع الدولي وكذلك منظمات المجتمع المدني الدولية. نعم. طيب أخي مختار، كيف تعاطت الأمم المتحدة وبممثلها إسماعيل ولد الشيخ مع مراوغات الحوثيين أو وفد الإنقلابيين إن صح التعبير بالإضافة إلى المؤتمر وفد المؤتمر الشعبي العام، كيف تعاطت مع مراوغاتهم وأيضا تهجم مهدي المشاط وبعض القيادات الحوثية على إسماعيل ولد الشيخ نفسه؟ نعم صحيح أن مهدي المشاط وكذلك حتى محمد عبد السلام الناطق الرسمي لهم تهجموا على المبعوث الأممي واتهموا أنه مع السعودية وأنه يدعم ما يسمى بالعدوان وأنه يعمل لأجندة خليجية، وأما بالنسبة لمهدي المشاط فقد تهجم بكلام لا أحد يتحمل هذا الكلام، بالتالي قام القربي وقام بالاعتذار للمبعوث الدولي وقال أن هؤلاء لا يجيدون الدبلوماسية ولا يمتلكون الدبلوماسية. بالتالي المجتمع الدولي والأمم المتحدة ظهرت لها الصورة الحقيقية للميليشيا الانقلابية بأنها مراوغة. تصور أنه طوال 7 أيام لم يتقدموا في خطة مكتوبة أو بالتزامات مكتوبة أو بأجندة تم رفعها إلى الأمم المتحدة، بعكس الوفد الشرعي تقدم بخطة مكتوبة لاستلام المؤسسات من الميليشيات الانقلابية، تقدم أيضا بخطة أو بشكوى من نقابة المحامين اليمنيين
من أبناء مدينة تعز لشرح أوضاع الأوضاع الإنسانية الصعبة في مدينة تعز. أيضا تم تسليم ملف متكامل للانتهاكات الإنسانية التي تقوم بها الميليشيات الانقلابية. بالتالي ظهر وفد الحوثيين هزيلا خائف يترقب، خصوصا بعد الانتصارات الكبيرة التي تحققت على أرض الميدان. بالتالي كان موقفهم ضعيف حتى أمام المجتمع الدولي وأمام الأمم المتحدة. نعم، طيب إذا تتفق معي أن الحوثيين، وأنت كنت متواجد في جنيف، هم من سعوا إلى إفشال مشاورات جنيف وكانوا لا يريدون حلا على الإطلاق؟ بالتأكيد بالتأكيد هم من أفشلوا المشاورات وهم من يسعون لإفشالها. هم جاءوا لهدف واحد، لم يقدموا أي تنازلات، بالتالي هم من يتحمل مسؤولية إفشال المشاورات، لأنهم لم يلتزموا لا بالاتفاقيات ولا حتى بالأجندة التي وقعوا عليها قبل الذهاب إلى جنيف. نعم، طيب على أي أساس نقلت المشاورات، طاولة المشاورات من جنيف إلى إثيوبيا وستجرى في منتصف الشهر القادم يناير القادم، على أي أساس؟ نعم، نقلت؟ نعم، أولا هي لن تتم في إثيوبيا، هي كانت من ضمن المقترحات إثيوبيا، ووزارة الخارجية الأسبانية تقدمت أيضا باستعدادها لاحتضان الجولة القادمة من المشاورات، بالتالي لم يتم حسم موضوع المكان. أما بالنسبة ل ترحيل المشاورات إلى القادمة، هو أنهم التزموا، قدموا التزامات مؤكدة للمبعوث الأممي أنهم سيلتزموا بالأجندة، وهي أجندة بناء الثقة، هي وقف إطلاق النار وإطلاق المعتقلين والسماح بدخول المساعدات الإنسانية. بالتالي لو تم الالتزام بهذه الثلاث النقاط، أعتقد أن المشاورات القادمة ستكون أكثر إيجابية، وستكون هناك مجال لإيجاد أو بحث آلية تنفيذية للقرار الدولي، لأنه طوال 7 أيام في جنيف لم يتم حتى الدخول في البحث عن آلية، إنما كانت هناك نقاشات مستفيضة حول بناء الثقة، وهي التي لم تبنى ولم يتم يعني حتى الحصول عليها، ولم تبنى الثقة بين وفد الحكومة وبين المتمردين، لأنهم لم يلتزموا على أرض الواقع، إنما قاموا بإطلاق صواريخ بالستية وقاموا بإطلاق النار في كل الجبهات على طول اليمن وعرضها، ولم يطلقوا سراح المعتقلين. حتى تصور أن وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي طلب منهم معلومات فقط، قال نريد منكم معلومات حول صحة المعتقلين، صحتهم، هل هم بخير، هل ما زالوا أحياء، ونريد السماح لي عن طريق الصليب الأحمر الدولي بالسماح لأهلهم بزيارتهم. فقالوا انتظرونا إلى اليوم الثاني، فجاء اليوم الثاني ولم يقدموا حتى هذه المعلومات. بالتالي هم يستخدموا المعتقلين السياسيين وكأنهم رهائن كورثة. نعم، طيب أخي المختار، إذا لم يلتزم الحوثيون ولم ينفذون مثلا النقاط التي أنت تحدثت عنها أنهم التزموا بها للمبعوث الأممي أو للأمم المتحدة بأنهم سينفذونها، هل سيعود وفد الحكومة مجددا ليفاوضهم في منتصف الشهر يناير القادم؟ أنا أعتقد أن موضوع المفاوضات أو موضوع العودة للمشاورات بالنسبة للجانب الحكومي هو مستعد، لأنه أمام مسؤولية دولية وأمام التزام بأن يتعاطى مع ملف مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. بالتالي ينطلق من منطلقات أنه دولة ويتحمل مسؤولياته أمام المجتمع الدولي، وهو عندما يذهب للمفاوضات هو يفضح الميليشيات الانقلابية ويضع الميليشيات الانقلابية أمام العالم أجمع وأمام الأمم المتحدة أنه هو من يعرقل السلام، أنه هو من يرفض أن يقوم بتنفيذ القرار الدولي. أما بالنسبة للحكومة مستعدة أن تذهب اليوم أو غدا أو بعد غدا إلى أي مشاورات تفضي إلى تنفيذ القرار الدولي 22/16. نعم، طيب سؤالي الأخير، انطباع الأمم المتحدة عن وفد الإنقلابيين؟ في حقيقة الأمر كانت هناك جلسات جانبية وكانت هناك جلسات ثنائية بين المبعوث الدولي وبين الوفد الحكومي وأيضا بعض الخبراء وبعض المساعدين للمبعوث الدولي. أبدو انزعاجهم انزعاج شديد من وفد الإنقلابيين الذي لم يلتزم بالأجندة ولم يلتزموا حتى على مستوى من يتحدث، لأنه كان هناك مستشارين لا يسمح لهم بالتحدث أثناء الجلسات، لكن كانوا يتحدثون المستشارين، وكانت هناك لخبطة، وكانوا يريدون أن يكونوا وفدين لا وفد واحد، وفد صالح ووفد الحوثيين. بالتالي كانت هناك اختلالات وعدم التزام حتى بجدول الأعمال اليومي للمؤتمر. بالتالي هذه هي الميليشيات الانقلابية، لن تعطينا أفضل مما أعطتنا هؤلاء الوجوه التي نعرفها من خلال المعارك ولم نعرفها من خلال المشاورات والعمل الدبلوماسي. بالتالي هم قادمين من الكهوف وليسوا قادمين من الدبلوماسية والسياسية. نعم، الزميل مختار الرحبي السكرتير الصحفي لرئاسة الجمهورية كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك.
من خلال ما طرحه الأستاذ مختار الرحبي، تعليقكم الشيخ عبد الناصر العودلي. نعم، الأخ مختار الرحبي طرح عدة أشياء، ومن ضمنها أن هذا الفريق الانقلابي الذي قدم إلى جنيف اثنين كان همه الأول والأخير وهو إيقاف الضربات الجوية وإيقاف سير المعارك فقط، دون أن ينفذ أي خطوات، دون أن يعطي أيضا هو من جانبه يعني بعض التنازلات أو أن يوقف الحرب أو أن يبني الثقة في إطلاق أيضا المعتقلين، أن يفك الحصار عن تعز، أن يبدي بعض المرونة يعني في الساحة. نعم. أيضا في سير المعارك، في أيضا فيما يختص بالحصار. هذا الفريق كان يركز تركيز بالغ على إيقاف الضربات وهي همه الأول والأخير، لأن هذه الضربات أوصلت هذه الميليشيات إلى مراحل سحيقة من التردي وأذهبت كل مكنوناتهم العسكرية وكل قواهم العسكرية، وبالتالي هم الآن يتخبطون وهم في النفس الأخير، باتوا الآن يصارعون الموت، هم الآن في هم بصدد الانتحار الجماعي ينتحرون. لكن لم يقدم هذا الفريق أي أشياء، أي رؤية واضحة، أي رؤية واضحة تثبت مثلا حسن نية، تثبت حسن نية هذه الميليشيات إطلاقا. الشيء الثاني أنهم عندما يحاورون يتكلمون عن حقوق الإنسان وعن الحقوق وعن ما يختص بحقوق الإنسان، ويطالبون الأمم المتحدة أن توقف العدوان، ويتكلمون عن هذا الضربات الجوية وما أسفرت إليه، نأتي إلى الانقلابيين ونرى أنهم أيضا أزهقوا أرواح المئات بل الآلاف من الأطفال والنساء، هدموا كل مقومات الحياة، وبالتالي عن أي حقوق إنسان يتكلمون وهم من يهدرون حقوق الإنسان؟ هذا المفارقة العجيبة في طرحهم السقيم وطرحهم الغير عقلاني، أنهم أيضا يناقضون أنفسهم، من جهة هم يطالبون بحقوق الإنسان ومن وهم من ينتهكونها، وهم من ينتهكون هذه الحقوق وهذه الحريات. هناك العديد ممن هم في الإخفاء القسري، هناك العديد من المعتقلين مع هذه وزراء، قيادات مشائخ سياسية، إعلاميين. نعم. سياسيين، ناشطين، حقوقيين، مدنيين. نعم. مواطنين. بالأمس وقبل أمس في صعدة فقط أكثر من 1000 معتقل من المزارعين، مواطنين عاديين، يعني ليس لهم لا صلة لا بالسياسة ولا بالسعودية ولا بأي شيء، يتم اعتقالهم دون أي مسببات أو مبررات، لأن الاعتقال يأتي هكذا جزافا، وكل من يشكون فيه يعتقلونه، حتى المدنيين، حتى النساء لم تسلم من هذه الميليشيات، الأطفال ما سلموا من هذه الميليشيات، وبالتالي هذه الجماعة تفتقر إلى الأخلاق العامة، وتفتقر إلى الآداب الإسلامية، وتفتقر إلى العادات يعني والمبادئ القبلية التي تربى عليها المواطن اليمني، والتي أيضا يعني المجتمع اليمني لا يكاد يخلو من الشيم والأخلاق. هذه الجماعة تفتقر إلى هذه الأبجديات البسيطة من الحياة العامة، وبالتالي من الغريب عندما نرى هذه الجماعة عندما يختص الأمر بهم يريدون تطبيق أيضا حقوق الإنسان، ويطالبون المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني، ويحاولون أن يوهمون العالم أنهم تحت القصف. طيب من جلب هذا القصف؟ ومن أوصل البلاد إلى هذا التردي السحيق؟ ومن نعم. أوصل الوطن إلى هذا المآل؟ أليسوا هم من أوصل بتعنتهم وباستحواذهم على أيضا القرار السياسي وتنفذهم على الدولة وانقلابهم على الشرعية، أليسوا هم من أوصل الوطن والبلاد إلى هذا المراحل السحيقة من التردي؟ هذه الجماعة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون جماعة تنتمي إلى الآدمية، هذه الجماعة جماعة غوغائية حيوانية تعيش في الغاب، وبالتالي هم جاءوا من الكهوف، جاءوا من الجبال، جاءوا بالتخلف، جاءوا بالهمجية، جاءوا بالغوغائية، جاءوا بكل الأعراف الغير إنسانية، وبالتالي نحن لا نتوقع منهم أكثر مما طرحوا في مؤتمر. نعم. جنيف. صورة نشرت لبعض قيادات الوفد الحوثي في جنيف، محمد عبد السلام الذي اسمه عبد السلام صلاح فليتة. نعم. وحميد رزق بجانب رجل المخابرات الإيرانية، وهم في الشارع خلف القاعة التي أجريت فيها المفاوضات،
بجانب شخص يدعى أبو مصطفى ناصر أخضر أو ناصر الخضر، رجل قيادي في حزب الله والمسؤول عن تجنيد واستقطاب اليمنيين للمخابرات الإيرانية، وأيضا إلى جانبها العديد من الخبراء في حزب الله وإيران في كل مفاوضات. وكما تحدث الأخ مختار، بعد كل جلسة من الجلسات يخرج هؤلاء ليقابلون هؤلاء الرجال، ماذا يعني ذلك؟ هذا أمر واضح ويعطي دلالة واضحة على أن هذه الجماعة ارتهنت للمخابرات الإيرانية ولمخابرات حزب الله، وأنها بالتالي أيضا ترهن الوطن لدولة فارس. وبالتالي لا نستغرب وليس غريبا أن نرى أن المخابرات الإيرانية ممثلة بأبي مصطفى تتابعهم إلى جنيف اثنين وتعطيهم الإملاءات وتملي عليهم الشروط وتعطيهم أيضا ما صيغة الكلام وما يطرحون أيضا. هذا الأمر يعني أمر بديهي لأن هذه الجماعة. نعم طيب عفوا، نتابع إياكم أعزائنا السادة المشاهدين فاصل ومن ثم نعود لكم، كونوا معنا. واليوم احنا فين؟ وهذا لا جميع البيوت اخوانه واولاده. الله اكبر، الله الحمد، الله اكبر، الله الحمد، الله اكبر، الله الحمد. شوف البلوك هذا علي حسن عبدو تشهد فيه، هذا البلوك عاد واحد هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. تم تحرير محافظة الجوف ودخول الجيش قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بالأمس، وتم دحر الميليشيات الانقلابية منها، وتم تطهير المحافظة بكاملها وتأمين مديرية الحزم وتأمين كل مداخلها ومنافذها، وأصبحت خالية من كل الانقلابيين. وقواتنا الآن متمركزة غرب قرية العايض وغرب جبال سدبة،
وفي منطقة الغيل لا زالت مواجهات، وبإذن الله عز وجل متوقفين، وعندما تأتينا التوجيهات العسكرية سنواصل بإذن الله إلى مديرية المدن المضمة والزاهر والمراشي حتى يتم تطهير آخر شبر من محافظة الجوف ومن كل اليمن بإذن الله عز وجل. عودة إليكم أعزائنا المشاهدين، تابعنا وإياكم هذه المشاهد من محافظة الجوف بعد تحرير أغلب المناطق فيها، والحمد لله من قبل ومن بعد. اليوم الجوف استعادت حريتها من جديد، وتم دحر ميليشيات الحوثي وعناصر المخلوع صالح. تعليقكم على المشاهد التي جاءت في هذا الفاصل. نعم أخي صالح، الحمد لله سبحانه وتعالى أن كلل جهود المجاهدين واستبسالهم بانتصارات نلمسها ونشاهدها ونعاينها يعني حقيقة، وهذا أمر يدل دلالة واضحة على أن هذه الميليشيات وصلت إلى الإفلاس ووصلت إلى مراحلها النهائية ووصلت إلى نهايتها ووصلت إلى عنق الزجاجة، وبالتالي هي الآن تحاول يعني وكما يقول البعض الرفسها الأخيرة للثور المذبوح. فهم الآن ممكن يستخدموا كل ما لديهم من أسلحة، وممكن يعني يحاولوا أن يفجروا مواقع ويطلقون الصواريخ ويطلقون كما حدث اليوم أيضا في مأرب. نعم، هذا الأمر إطلاقهم للصواريخ وما يجري الآن في الساحة دليل على أن الجماعة وصلت إلى مراحلها النهائية، ودليل على أنها وصلت إلى النهاية، وبالتالي لابد من الضرب ومواصلة الضربات على هذه الجماعة إلى أن تستأصل شأفة هذه الجماعة وتنهى من المجتمع اليمني، بحيث أن هذه الجماعة تعودنا أنها إذا دخلت في هدن أو دخلت في أمور أنها تحاول أن تعيد نفسها وتنتج نفسها، وبالتالي لابد من المواصلة على الضربات الجوية ومواصلة الزحف في كافة الجبهات حتى استئصال هذه الجماعة الإنقلابية والمارقة والدخول إلى صنعاء وصولا أيضا وعمران وصعدة، وتنتهي هذه الجماعة، لأن هذه الجماعة جماعة جثمت على صدر الشعب اليمني وأرهقت أيضا الشعب وصف. نعم. إلى مراحل. نعم. يعني طيب أستاذنك شيخ عبد الناصر، معنا الآن عبر الهاتف الأستاذ أحمد البحيح رئيس الملتقى اليمني للإعلام وأيضا مستشار محافظ الجوف الإعلامي. أهلا ومرحبا بكم أستاذ أحمد. أهلا وسهلا بكم يا مرحبا، حياكم الله، نبارك لكم الانتصارات يا أبناء الجوف. الحمد لله، ذلك من فضل الله عز وجل. نعم، ضعنا في الصورة أخي أحمد. المعارك ما زالت مستمرة منذ مطلع الأسبوع قبل الماضي حتى يوم الجمعة الماضي، يوم النصر الذي تم بعون الله تحرير مدينة الحزم وعاصمة المحافظة وبعض المديريات المجاورة لها، والمعارك ما زالت مستمرة باتجاه المديريات الغربية من محافظة الجوف وأيضا المديريات الجنوبية الغربية أي مديرية الغيل، بالإضافة إلى عمليات أيضا يقوم بها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبالذات لواء النصر ومعسكر الفتح في المديرية خب الشعف. نعم. والتي تقع في الشمال الشرقي من محافظة الجوف. ما زالت العمليات مستمرة وما زال لدينا الإصرار، نحن كأبناء محافظة الجوف مدعومين بالجيش الوطني ودول التحالف، لدينا الإصرار والعزيمة بتطهير كل شبر بل وكل سنتيمتر من الأراضي محافظة الجوف الواسعة والشاسعة، لمعرفتنا التامة أننا أمام مسؤولية كبيرة، الشعب اليمني ينتظر مننا الكثير، وبإذن الله أن نكون محل الثقة التي وضعنا فيها هذا الشعب الذي عانى الكثير من هذه الميليشيا ومن من ورائهم المخلوع ومن كان وراءهم كدول إقليمية أو غيرها. نعم. نحن أمام تحدي كبير في محافظة الجوف، الشعب اليمني يأمل مننا كثير، ونأمل بإذن الله عز وجل أن يتعاون معنا بإذن الله ما بعد تحرير محافظة الجوف كل الرجال المقاومة الشعبية في محافظة صنعاء ومحافظة عمران ومحافظة صعدة، لنلتحم. نعم. معا للسعي قدما نحو تحرير
عاصمة اليمن العاصمة صنعاء، وكسب هذه المعركة لتعود بإذن الله إن شاء الله. طيب أحمد، عفوا، أهم المواقع التي تمت السيطرة عليها الآن في المقدمة في الصفوف الأمامية، أهم هذه المواقع، وإلى أين وصلت المقاومة اليوم بالتحديد؟ في مساء في صباح اليوم الباكر أو مساء البارحة تم تحرير موقع استراتيجي وهو موقع جبل الريحانة، وهذا الجبل يعتبر مطل على مديرية المتون في منطقة سدبة، وهو تحرير هذا الجبل يسهل مهمة تحرير هذه السلسلة الجبلية التي تمتد من جبال سدبة حتى جبال حام، ومنها إلى المديريات المطمة والحميدات. بالتالي هذا الموقع الاستراتيجي سيعطي فرصة يعني للتحرك سريعا، وأيضا هنالك تحرك وتقدم ملحوظ وواضح في مديرية الغيل التي أصبحت حتى الآن القرية التي يتحصن بها الحوثيين. وبين السكان قرية الغيل أصبحت محتصرة من رجال مقاومة الجيش الوطني. وللتوضيح أكثر، نحن أعطينا فرصة لمشايخ هذه المديريات والشخصيات والأعيان فيها بإمكانية أن يقوموا هم بطرد هذه الميليشيا دون أن نخوض أي معارك عسكرية وقتالية معهم، لعل وعسى أن يكون في ذلك تجنب المواطنين وتجنب هذه المناطق لأي صراع عسكري. لكننا يعني عازمون، إذا ما لم يستجب عقلاء هذه المديريات إلى صوت العقل وصوت الحكمة أننا ماضون في طريقنا، وستعود الدولة شاء من شاء وأبى من أبى. نعم إن شاء الله. هل هناك عوائق تقف اليوم أمام أبطال المقاومة، خصوصا بعد أن وصلوا إلى مناطق يوجد فيها حاضنة لميليشيات الحوثيين؟ المؤكد كلما تقدمنا باتجاه المديريات الغربية بالقرب من المطلة أو القريبة من محافظة عمران وصعدة وصنعاء، كلما كان التحدي أكبر، وسنواجه تحدي أكثر كتحدي يعني قتالي عسكري، أو أيضا كتحدي من خلال الحاضنة الاجتماعية التي لهم وجود أيضا في هذه المديريات ومنذ يعني سنوات. بالإضافة إلى أن هناك تحدي آخر لا يقل أهمية عن هذه التحديات، وهي المحافظة على الإنجازات التي حققها الجيش الوطني للمقاومة الشعبية من خلال بسط الأمن وبسط نفوذ الدولة في أرجاء هذه المديريات، وإعادة الخدمات إلى ليعود للمواطن الأمن والسكينة من خلال عودة الخدمات الهامة والضرورية كالمستشفيات وإعادة الكهرباء والمياه ومؤسسات التعليم، بالإضافة إلى المواد الغذائية وتوفيرها من السوق، وفك الحصار في مديرية خبو الشعف. الحوثيين يقطعون الطريق الرئيسي الرابط ما بين مديرية خبو الشعف ومدينة الحزم، وهو خط دولي ما بين اليمن والسعودية. هذا الخط شريان يعبر من خلاله المواطنين من مدينة خبو الشعف إلى مدينة الحزم، ومنها إلى صنعاء، ومنها إلى مأرب والمحافظات الأخرى. هذا أيضا من التحديات التي نسعى خلال بإذن الله وبإذن الله عز وجل خلال الساعات سيتم فك هذا الحصار إن شاء الله، وستتم سيطرة هذا الموقع الهام، موقع العقبة، ليكون يعني أهم يعني ضرورة القصوى للدولة أن تبدأ فعلا في بسط نفوذها، وأن يلمس المواطن منها ما ينبغي. هذا ما نتمناه أستاذ أحمد البحيح، الرئيس الملتقى اليمني للإعلام ومستشار محافظ الجوف الإعلامي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك. نعود لمواصلة حديثنا شيخ عبد النصر، وننتقل إلى آخر محور، وهو تعيينات الرئيس هادي الأخيرة لقيادات من الحراك الجنوبي، سواء المحافظ أو مدير الأمن أو الشرطة في عدن. ما أهمية هذه القرارات، وهل ترى أنها قرارات صائبة ستعمل على استتباب وتطبيع الأمن في عدن اليوم؟ نعم أخي صالح، لا شك أن قرارات التعيين الأخيرة كانت تنطلق من منطلقات أيضا وطنية، والرئيس راعى في هذه التعيينات أيضا جوانب أيضا اجتماعية وجوانب سياسية،
وبالتالي تعيين الأخ الزبيدي محافظا لعدن وهو الشخصية الحراكية البارزة والمناضل أيضا والذي أيضا قاوم هذه الجماعات الإرهابية، وأيضا الأخ شلال علي شايع بتعيينه مديرا لأمن عدن، هذا أيضا شخصية حراكية ومناضل درج على النضال منذ سنوات عديدة، أيضا منذ أن جثمت قوى المخلوع بعد حرب صيف 94 على هذه المحافظات وأذهبت مكنوناتها وتنفذت على الشعب وأيضا اختزلت كل الطاقات وكل السلطة والمال في أشخاصهم، وأجحفوا هذه الجماهير القفيرة وأجحفوا هذا الشعب الذي دخل في وحدة طوعية محبا للتلاحم ومحبا للوحدة ومحبا للترابط ولإعادة الأمجاد القابرة، ولكن هناك من تنفذ وأساء للوحدة وأساء للشعب وقسم أيضا الشعب وفرغ الشعب أيضا وأوصلنا إلى هذه السياسة وعمق أيضا الشرخ والكراهية. فيما يختص بالقيادات الحراكية والتي تم تعيينها مؤخرا، أنا من وجهة نظري أرى أنها قرارات حكيمة وقرارات تلامس أيضا متطلبات المرحلة، خصوصا وأن هناك أيضا أبواق يعني تنعق أن هناك أيضا انفصاليين وأن أولئك الجماعة يريدون فك الارتباط. هذه الجماعة وحتى وإن كانت هناك مداعي لفك الارتباط، فنحن الآن مقدمون على أيضا تطبيق مخرجات الحوار، وطالما وهذه القيادات السياسية قبلت بأن تمسك بزمام الأمور وأن تأخذ ما أنيط بها وأن تمسك يعني هذه المهام، بمعنى أنها دخلت في إطار الشرعية التي ينطلق منها هذه والتي تنطلق منها أيضا عاصفة الحازم، وبالتالي نحن نقول الآن أمامنا عدو واحد وأمامنا هدف استراتيجي واحد وهو الإجهاز على الحوثيين والمخلوع وميليشياتهم وجيشهم الذي يحاول أيضا أن يقوض دعائم الدولة وأن يقوض يعني كل، وهذا أيضا ما يروج له مثلا إعلام الحوثي والصالح أن هناك انفصاليين وأن الرئيس هادي يعين صن وإلى آخره، لكن اليوم جيد أن نحتوي جميع المكونات. نعم نحتوي كل المكونات هذا تحت مظلة الشرعية تحت مظلة الشرعية. نعم. وبالتالي أولئك الشباب يعني مثل شلال ومثل الزبيدي كانوا فيما مضى حراكيين وكانوا أيضا يطالبون، اليوم هم في الصفوف الأمامية في الحكومة، الآن هم في الحكومة وهم يمثلون شرعية هادي وينطلقون من الشرعية التي من خلالها وصلوا إلى هذه المناصب، وبالتالي نحن بصدد أن نقوم بمصالحة وطنية شاملة. يا عزيزي النظام السابق أوصل الوطن إلى هذا التردي وإلى هذا التمزق في النسيج الاجتماعي وأوصلنا إلى هذه المفارقات العجيبة، وأيضا عمق النظام السابق عمق الشرخ فيما بين المجتمع الواحد وعمق أيضا سياسة الكراهية، وبالتالي أيضا لماذا عمقت الكراهية؟ من خلال الإقصاء ومن خلال التهميش ومن خلال الاستحواذ على السلطة والمال ومن خلال إبعاد كل الطاقات الشبابية ومن خلال أيضا يعني إبعاد هذه الرموز. لماذا يا عزيزي نحن نعيش في وطن واحد؟ وطالما أننا نعيش في وطن واحد لابد أن يكون هناك أيضا النظرة الثاقبة لكل الطاقات الشبابية والاحتواء لكل الشخصيات السياسية، عدم تهميش الشخصيات أيا كانت حراكية أو غير حراكية، هناك مستقبل جديد لليمن. نعم يعطيك العافية، تحفتنا بهذه الكلمات وبما طرحت في هذا اللقاء. أعزائنا المشاهدين وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا المساء، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله. عشت إيماني وحبي سرمديا ومسيري فوق دربي عربيا، عشت إيماني وحبي سرمديا ومسيري فوق دربي عربيا، وسيبقى نبض قلبي.